انت الحرامي. ايوه يعني مساء الدلع يا جماعه. علشان النهارده معدنا مع الحلقه الاكثر طلبا، الا وهي التكاثر في الانسان. وفرحان قوي من زمان واحنا بنتوارث قصص حب زي عنتر وعبله، قصص ليلى وغيرهم كتير من القصص اللي كانت كفيله تقوم حروب السيوف والمنجنيق. معانا مدناقين، مدناق هنا ومدناق هنا. المدناق اللي هناك سادين بيه مدخل البلد، يقوم المدناق التاني ضارب عليهم ايده شمال. احنا بقى هندرس التكاثر علشان نعرف ازاي قصه الحب دي تنتهي نهايه سعيده ويخلفوا صبيان وبنات. يلا ازح يلا يلا. هتفتكروا اليوم اللي البرنش ختم فيه على جفاكم. سلام يا ناطع منك له لها له. تعالى ندرس الجهاز التناسلي الذكري والأنثوي في الأول كده. الجهاز التناسلي الذكري ده يا صديقي بيلعب دور مهم جدا في التكاثر، لأنه بينتج الحيوانات المنوية، بالإضافة لإنتاج هرمونات الذكورة المهمة لظهور الصفات الجنسية الثانوية للذكر، زي خشونة الصوت وقوة العضلات. زي كده، أنا عارفك بتبص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. الخصيتان بنلاقيهم محاطين بكيس الصفن اللي بيتدلى خارج تجويف البطن علشان يحافظ على درجة حرارة الخصيتين أقل من درجة حرارة الجسم بدرجتين لثلاث درجات، عشان تناسب تكوين الحيوانات المنوية بداخلها. الخصية من جوه بنلاقيها عبارة عن أنيبيبات منوية، وكل أنيبيبة تحتوي على خلايا جرثومية أمية اللي بتكون الحيوانات المنوية فيما بعد، وكمان خلايا اسمها سيرتولي بتفرز سائل لتغذية الحيوانات المنوية. بين الأنيبيبات بقى هنلاقي خلايا بينية، ودي اللي بتفرز هرمون التستوستيرون أو الأندروستيرون. بعد الخصية بنلاقي البربخ، وده عبارة عن قناة ملتفة حول نفسها تخرج من الخصية ومهمة لتخزين الحيوانات المنوية. بعد البربخ بنلاقي الوعاءان الناقلان اللي بينقلوا الحيوانات المنوية إلى قناة مجرى البول، واللي بنلاقيها محاطة بشوية غدد تناسلية زي الحوصلتان المنويتان اللي بيفرزوا سائل قلوي يحتوي على الفراكتوز علشان يغذي الحيوانات المنوية اللي معدية. غدة البروستاتا وغدتا كوبر اللي برضه بيفرزوا سائل قلوي، بس المرة دي علشان يعادل الوسط الحمضي لمجرى البول، وعشان برضه يمهد الطريق لخروج الحيوانات المنوية بشكل آمن. وأخيرا القضيب اللي بيبقى عبارة عن نسيج اسفنجي يحتوي على قناة مجرى البول. الحيوانات المنوية دي يا صديقي بتمر بأربعة مراحل عشان تتصنع. أول مرحلة هي التضاعف اللي بيحصل فيها عدد كبير من الانقسامات الميتوزية للخلايا الجرثومية الأمية علشان ينتج عنها أمهات المني، ودي بتكون 2 نون. تاني مرحلة مرحلة النمو اللي بتخزن فيها أمهات المني قدرا من الغذاء وتتحول إلى خلايا منوية أولية، وبرضه بتبقى 2 نون. تالت مرحلة النضج اللي بتنقسم فيها الخلايا المنوية الأولية ميوزيا علشان تدينا خلايا منوية ثانوية، وترجع تنقسم تاني الخلايا الثانوية علشان تدينا في الآخر طلائع منوية. رابع مرحلة التشكل النهائي اللي تتحول فيها الطلائع المنوية إلى حيوانات منوية. الله نور يا استدومة. بعد كده الحيوانات المنوية يا صديقي في شكلها النهائي بيبقى عبارة عن رأس وعنق وقطعة وسطى وديل. الرأس تحتوي على نواة 23 كروموسوم وجسم قمي في المقدمة، بيفرز إنزيم الهيالويرنيز اللي بيلعب دور مهم جدا في الإخصاب لأنه بيحلل جزء من غلاف البويضة علشان الحيوان المنوي يخترقها وتندمج النواتان مع بعض. العنق بقى بيحتوي على سنتريولين مهمين في انقسام البويضة المخصبة، موجودة فيها ميتوكوندريا بتكسبه الطاقة علشان حركته أثناء رحلته للبويضة، وطبعا الديل اللي بيسهل الحركة دي. حسب الديل. ثانياً الجهاز التناسلي الأنثوي، وده موجود في منطقة الحوض خلف المثانة، مثبت مكانه بأربطة مرنة بتسمح له بالتمدد أثناء الحمل. الجهاز التناسلي الأنثوي بيؤدي وظيفته أيضاً من إنتاج البويضات ومكان الإخصاب وإيواء الجنين حتى الولادة، وإنتاج هرمونات أنثوية عبارة عن مبيضان على كل جانب بشكل بيضاوي أثناء الطفولة، بتحتوي بداخلها على آلاف من البويضات تنتج منها 400 فقط بعد البلوغ جاهزين للإخصاب والإنجاب لحوالي 30 سنة، وده بيبقى بمعدل بويضة واحدة من كل مبيض كل شهر بالتبادل بينهم. والمبيض ده لو شفناه من جوه هنلاقيه بيحتوي على مجموعة من الخلايا في مراحل نمو مختلفة. بعد المبيض قناة فالوب اللي ليها زوايد إصبعية تقع على المبيض لالتقاط البويضة، ومن جواها بنلاقي أهداب بتعمل على تحريك البويضة المخصبة إلى الرحم. الرحم بقى يا صديقي عبارة عن كيس عضلي مرن وسميك مبطن من الداخل بغشاء غدي، وبينتهي بعنق الرحم اللي بيفتح في المهبل، ده هو اللي بيحتوي الجنين لمدة 9 شهور بداخله. وأخيرا المهبل، وده عبارة عن قناة عضلية طولها حوالي 7 سنتي مبطن بغشاء بيفرز سائل مخاطي للترطيب، بالإضافة لثنايات بتسمح له بالتمدد أثناء خروج الجنين. البويضة يا صديقي بتمر بمراحل مختلفة برضو. الأولى مرحلة التضاعف، ودي بتحدث في المرحلة الجنينية للأنثى وبيحصل انقسام ميتوزي للخلايا الجرثومية الأمية وتعطي أمهات البيض. ثانيا مرحلة النمو، وفيها تخزن أمهات البيض الغذاء وتكبر وتعطي خلايا بيضية أولية. ثم مرحلة النضج، وفيها بيحدث انقسام ميوزي أول للخلايا البيضية الأولية
علشان تنتج خلايا بيضية سنوية وجسم قطبي. والبيضية السنوية دي بقى هي اللي بتطلع في التبويض، ثم انقسام ميوزي تاني للخلية البيضية السنوية اللي طلعت هي والجسم القطبي علشان تبقى المحصلة في الآخر تلات أجسام قطبية وبويضة واحدة فقط. والانقسام الميوزي التاني ده بيقولك انه مشروط. يعني ايه؟ يعني مش بيحصل غير لحظة دخول الحيوان المنوي داخل البويضة للإخصاب. بعد كده البويضة. البويضة دي يا صديقي من جواها بتحتوي على سيتوبلازم ونواة، وبتغلف بطبقة رقيقة متماسكة بفعل حمض الهياليورنيك اللي عشان يتم اختراقه بيحتاج الهياليورنيز اللي بيفرز من حيوان المنوي اللي لسه قايلينه من شويه، فاكر ولا لا؟ خلاص يا تلبان روح يا ابني، مراتك بتوضع، ده ايه الغرب اللي احنا فيه ده؟ ولان حياتنا عباره عن فترات، فالفتره اللي بينشط فيها المبيض في الانثى بصفه دوريه منتظمه ويكون جاهز للتزاوج والانجاب بنسميها دوره التزاوج، ودي مختلفه بين الثدييات. احنا بنصحى من 6 بالليل ل 6 الصبح. سنويه زي الاسود والنمور، ونص سنويه زي القطط والكلاب، وشهريه زي الارانب. من اول السنه دي بس بقينا نصحى من 5 بالليل ل 5 الصبح. مش فاهم يعني اشمعنى السنه دي؟ عشان التوقيت الصيفي اتلغى. ننتقل بعد كده لموضوع مهم جدا وهو دوره الطمس، او المعروفه باسم الحيض او الدوره الشهريه. يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته. بنلاقيها مقسمه لثلاث مراحل. الاولى مرحله نضج البويضه، وده عباره عن افراز الفص الامامي للغده النخاميه الهرمون المحوصل FSH. الهرمون ده بينتقل للدم وبيحفز المبيض لتكوين حويصله جراف اللي بتحتوي بداخلها على البويضه، والموضوع ده بيستغرق 10 ايام. والحويصله دي يا صديقي بتفرز هرمون الاستروجين اللي بيعمل على انماء بطانه الرحم. المرحله اللي بعد كده وهي مرحله التبويض، وده عن طريق برضه الفص الامامي للغده النخاميه اللي بيفرز الهرمون المصفر LH، وده بيحصل في اليوم ال14 من بدايه الطمس. المهم الهرمون ده بيروح يخلي حويصله جراف تنفجر وتحرر الخلايا البيضية السنوية وتتحول إلى جسم أصفر. الجسم الأصفر ده بقى بيفرز هرمون البروجستيرون اللي يعمل على زيادة سمك بطانة الرحم ويزود إمدادها الدموي، علشان البويضة اللي خرجت دي لو حصل لها إخصاب تبقى بطانة الرحم جاهزة لاستقبالها. آخر مرحلة وهي الطمس أو خروج الدم، وده بيحصل في حالة عدم حدوث إخصاب البويضة اللي طلعت دي، فبيبدأ الجسم الأصفر بالضمور وبالتالي يقل البروجستيرون اللي بيطلع منه، فتتهدم بطانة الرحم وتتمزق الشعيرات الدموية وينزل الدم بقوة انقباض الرحم. أما لو حصل إخصاب الجسم الأصفر بيفضل زي ما هو يفرز بروجستيرون لحد شهر الثالث من الحمل، وفي الوقت ده بتكون المشيمة اتكونت وبدأت هي تنتج البروجستيرون بداية من الشهر الرابع لحد التاسع علشان تحافظ على الجنين وتثبته في الرحم. وبس كده، أنا ما بخافش غير من اللي خلقني اتنين تلاتة كده يعني. أنا بص لازلك بعيد عن عجل تاني. كفاية قوي عليكم لحد كده، والمرة الجاية نكمل يا صديقي. ايه في حد كلمك؟ انا حد يقدر يكلمني؟ انا الخنوخ بس احلى يا